السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة، الوحدة الأولى اللي هي السكيورتي كونسبت، أو اللي هي معايير الأمان أو الحماية. أول حاجة هنتكلم فيها، هنتكلم عن 4 نقط. أول حاجة اللي هي داتا ثريتس، أو المخاطر اللي بتهدد البيانات. تاني حاجة اللي هي الفاليو اوف انفورميشن، اللي هي قيمة المعلومات. تالت حاجة البيرسونال سكيورتي، أو اللي هو الحماية الشخصية، ازاي تحمي نفسك. رابع حاجة في الوحدة دي اللي هي الفايل سكيورتي، ازاي تحمي الفايل اللي عندك، ازاي تعمل عليهم انكريبشن، أو ازاي تشفر الفايلز، أو ازاي تعمل عليها باسورد يعني بالبلدي. طيب، أول حاجة الداتا ثريتس، أو اللي هي المخاطر اللي بتهدد أمن البيانات. دايما دي اول حاجه بنيجي في لما بنيجي نتكلم عن التكنولوجيا المعلومات عموما، بنتكلم دايما على كلمه او مصطلح اللي هو الداتا والانفورميشن. طب ايه هو الفرق ما بين الداتا والانفورميشن؟ ببساطه، الداتا هي something pure، من غير اي بيانات، من غير اي تعديل. يعني مثلا لو قلت لك مثلا ان مثلا سعر رقم 26، ايه فهمته ايه من رقم 26؟ او مثلا قلت لك علي محمد ابراهيم شارع النصر شارع السلامه، ملهاش اي معلومه. لكن لما اجي اقول لك مثلا محمد، اسم محمد، سنه 26 سنه، العمر، اسف، التليفون كذا كذا، العنوان كذا كذا، فدي اصبحت معلومه. ببساطه، هي البيانات، هي البيانات هي الشيء اللي احنا بندخله للكمبيوتر. حتى تعالى فكر كده، لما تروح اي مثلا مؤسسه ولا حاجه، بيديك فورم او ورقه بيقول لك لو سمحت املأ بياناتك، ما بيقولكش املأ معلوماتك. البيانات اللي هي الداتا، والانفورميشن اللي هي المعلومات. فالبيانات احنا بنقوم عليها بنقوم بادخالها للكمبيوتر، بعد كده الكمبيوتر بيقوم بيعمل عليها عملية بروسيسنج او معالجة، عشان يتم تحويلها الى انفورميشن او معلومات ذو قيمة بعد كده. طيب، اول مصطلح بقى هنتكلم عنه اللي هو السايبر كرايم، وده طبعا اول مصطلح بنتكلم عنه في عالم السكيورتي. يعني ايه كلمه سايبر كرايم؟ سايبر كرايم زي ما انا كاتب لكم جنبها كده باللغه العربيه، اللي هي الجريمه الالكترونيه، ودي بيدخل تحتيها كل الانشطه المتعلقه بالجريمه الالكترونيه، او بالاختراق، او اي شيء متعلق بانتهاك الحقوق الملكيه على الانترنت. زي ايه؟ زي بقى النقطة اللي بعدها، حتى بتتكلم هي عن الديفرنس بتوين هاكينج اند كراكينج اند ايثيكالز. كل الكلام ده اللي هو الهاكينج والكراكينج والايثيكال هاكينج، ده جزء من اجزاء او نوع من انواع السايبر كرايم. حتى بعد كده، حتى ممكن نقول اللي هو الثريتس اللي جايه من الامبريز او الاي اس بي او الاكسترنال انديفيدوز، دي برضو تعتبر من السايبر كرايم. وهنعرف برضو بعد كده ان ميلوير بقى، او اللي هي البرمجات الخبيثه، وهنعرف حاجات كتير قوي. لكن مبدئيا كلمه سايبر كرايم مقصود بيها اللي هو اي شيء متعلق بالجريمه الالكترونيه، او الجريمه على الانترنت. طيب، النقطه اللي بعد كده اللي هي الديفرنس بتوين هاكينج كراكينج اند ايثيكال هاكينج. الفرق ما بين الثلاثه دوت ايه؟ اول حاجه الهاكينج، الهاكينج اللي هو مقصود بيه الاختراق الصريح، اللي هو شخص ان اوثرايزد غير مرخص ليه بيحاول الوصول الى سيستم او الى اي شيء غير مرخص ليه. يعني شخص بيحاول يخترق جهازك ببساطه جدا، ده اسمه هاكر، او العمليه دي اسمها الهاكينج. طيب، ايه هو الكراكينج؟ الكراكينج هو المقصود بيه فك الحماية الخاصة بالبرامج وانتهاء حقوق الملكية الخاصة بالبرنامج، اللي هو زي ما انت مثلا بتنزل سيريال نمبر لبرنامج معين، او بتنزل له كراك معين، حتى بنقول كراك، بتنزل كراك للبرنامج عشان البرنامج مثلا ده نازل ديمو، او الشركة مثلا منزلاه لمدة شهر، فانت بتنزل كراك معين بتعمل انلوك للسكيورتي بتاعتهم، بتفك الحماية اللي هم عاملينه على البرنامج عشان تستخدمه بشكل دائم. طبعا ده يعني غير مصرح بيه تماما يعني، وبيعاقب عليه القانون. تالت حاجة اللي هي الإيثيكال هاكينج، أو اللي هو الاختراق الأخلاقي. وإيه بقى هو الاختراق الأخلاقي؟ الاختراق الأخلاقي ده مقصود بيه اللي هو الهاكر اللي بيشتغل تحت اسم الشركات الكبيرة، الشركات الكبيرة اللي هي زي جوجل وزي ياهو زي مايكروسوفت، بيجوا كل سنة بيعملوا حاجة، بيعملوا مسابقات، حاجه اسمها بنتريشن تيست، او حاجه اسمها الهاكينج تيست. وده مقصود بيه ان هم بيعملوا تيستنج للسيستم بتاعتهم، بيجيبوا ناس هاكرز، ناس خبراء امنيين، عشان يحاولوا ان هم يكشفوا الثغرات الامنيه اللي موجوده عندهم في الانظمه بتاعتهم. ده طبعا ده بيساعدهم بعد كده على التطوير. انا فاكر يمكن السنه اللي فاتت كانت شركه جوجل عامله المسابقه ديت، وكان افتكر الجائزه بتاعتها كانت الجائزه الاولى $50,000، كان افتكر على المسابقه على
جوجل كروم، ان مين اول واحد هيخترق يعني جوجل كروم. ومفاجأة ان هم بعد 7 دقائق تقريبا واحد شاب روسي قدر ان هو يخترق جوجل كروم وفاز بالمبلغ، يعني مش فاكر بالظبط اذا كان 50,000 دولار او 60,000 دولار. فالشركات الكبيره عموما، الشركات الكبيره بتعمل عموما اللي هو البنتريشن تيست او اللي هو الهاكينج تيست، ده اللي بيقوم بيه واحد اسمه الايثيكال هاكينج او الايثيكال هاكر اللي هو الهاكر الاخلاقي، بغرض كشف عن المشاكل الامنيه او الثغرات الموجوده في الانظمه بتاعتهم في برامجهم عشان يقدروا ان هم يتجنبوها ويعالجوها. بالاضافه على فكره كمان ان انت ممكن انت تكون ايثيكال هاكر، يعني ممكن انت مثلا بتستخدم برنامج معين فتكتشف فيه ثغره معينه فبتبعت للشركه، الشركه انت كده اديت وظيفه الايثيكال هاكر بالظبط، ساعدت الشركه في اكتشاف ثغره معينه. وعلى فكره في شركات كده جدا، يعني انا فاكر من كام سنه كان في، قابلت من 7 8 سنين حاجه او يمكن اكتر من كده، قابلت مشكله كانت في الفوتوشوب، وبعت لشركة ادوبي قلت لهم والله المشكلة كذا 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 كذا، يعني الناس بعتت لي شكر، ومش بس كده ده كمان يعني بعتوا لي مبلغ مالي شكر على مساعدتهم ديت يعني. طيب نيجي للنقطة اللي بعد كده اللي هي الداتا ثريتس فروم فورس ميجرز. الفورس ميجرز ديت اللي هي مقصود بيها الاسباب القاهرة او القهرية، اللي هي زي الحريق، زي الفيضانات، زي الزلازل، اللي هي الحاجات اللي من هذا القبيل، السرقة حتى كمان، يعني حاجة الجهاز نفسه دخل الناس سرقوه ولا فجروا المكان كله، دي كلها اسمها الميجور فورسز او الفورس ميجورز، الاسباب القهرية. طيب يعني بعد كده ان شاء الله هنتكلم، هنعرف ان في حاجه اسمها ديزاستر ريكفري، وان في دول زي مثلا اليابان او امريكا، وفي دول تقريبا كل دول العالم كلها بتعمل الريكفري. يعني تخيلوا مثلا هو بيروحوا يعملوا ريكفر، ممكن يعملوا مثلا باك اب لسيستم على بعد مثلا 100 ميل من المكان اللي فيه السيستم، او باك اب للداتا على بعد 100 ميل من المكان اللي فيه الداتا بتاعتهم ديت، وده عشان تكون البيانات دايما بتاعتهم في امان تام، يعني ان كيس لو حصل اي مشكله يقدروا ان هم يسترجعوا البيانات تاني من الباك اب اللي موجود عندهم. اخر نقطه اللي هي داتا ثريتس فروم امبلويز لاي اس بي اند اكسترنال انديفيدوز. الحقيقه النقطه ديت بنيجي نتكلم مثلا عن الامبلويز، كل الشركات الحقيقه يعني بترجح ان احنا عندنا شركاتنا عندنا موظفيننا افضل موظفين وان هم امينين جدا، لكن عاوز اقول لكم ان المفاجاه لما هم لما اتعملت احصائيات خاصه بايه الاسباب اللي بتسبب اختراق الانظمه او بتسبب مشاكل امنيه للشركات، وجدوا ان الهاكرز والفيروسات في المرتبه الثالثه، ويمكن الامبلويز جت في المرتبه الاولى او الثانيه. ده بسبب ان وعي الموظفين نفسه في المؤسسات ممكن هو يسبب مشاكل امنيه، مش بس عدم الوعي ده، ممكن في بعض الموظفين يعني اللي هم ضعاف الانفس ممكن هو يروح ياخد بيانات مثلا معاه، مثلا بيشتغل في بنك ياخد بيانات اللي موجوده عنده ويروح يبيعها للكومبيتيتور او المنافس او يبيعها لطرف اخر، فلازم الشركات الكبيره لازم انها تاخد احتياطاتها من الموضوع ده. حتى في ناس اللي مثلا بتشتغل في البنوك او في الشرطه هتعرفوا ان هم مثلا مثلا في بعض الاماكن بتحظر مثلا انت تحط سي دي في الكمبيوتر، او تحظر مثلا انت تحط فلاش ميموري. ده ليه؟ لان هم خايفين من اي او بياخدوا الاحتياطات اللازمه ضد اي مثلا هجمات هاكرز او فيروسات من هذا القبيل يعني، او حتى ممنوع ان هو الوصول للسيستم من بره المكان العمل نفسه وهكذا. ايه بقى الاي اس بي؟ الاي اس بي مقصود بيه اللي هو الانترنت سيرفيسز بروفايدر، او اللي هو مزودي خدمه الانترنت. والحقيقه هنا يعني مش مقصود بيها اللي هو مزودي الخدمه، اللي هو مقصود بيهم مثلا يعني شركات الاتصالات اللي زي مثلا زي تي اي داتا في مصر، مثلا تي اي داتا او فودافون او موبينيل او حتى في الامارات مثلا اتصالات او دو ايا كان، يعني ايه هو مزود الخدمه؟ لا، هو الحقيقه هنا مقصود بيها اللي هو الثيرد بارتي عموما، او اللي هو الطرف المساعد ليك. الشركات عموما بتحتاج انها توفر سيرفيسز عندها عن طريق شراكات مع شركات اخرى، زي مثلا انها يعني ابسط حاجه انها كابل الانترنت او الانترنت بتاعها بيكون جاي لها من شركه مزود الخدمه، مزود خدمه الانترنت في بلدك.
كمان في خدمات مثلا زي خدمات الايميل مثلا، يعني تخيل انت مثلا على المستوى الشخصي انت بتستعمل الايميل بتاعك على ياهو، فياهو بيعتبر سيرفيسز بروفايدر، مزود خدمه ليك بخدمه الانترنت. بتستخدم مثلا فيسبوك، فالفيسبوك ده يعتبر اللي هو سيرفيسز بروفايدر، بيوفر لك خدمه الفيسبوك والشاتنج او السوشيال ميديا. فممكن ايه بقى الخطر اللي بيجي لك من الاي اس بي؟ الخطر ان هما جايز جدا ان هو السيرفيسز بروفايدر او اللي هو مزود الخدمه ليه ده ممكن جدا ان هو يطلع على بياناتك، مش بس كده ممكن هو يدمرها او ممكن هو يعدل فيها، لان بياناتك ببساطه عندك. طب الشركات الكبيره بتعمل ايه؟ الشركات الكبيره هتلاقي مثلا اماكن حكوميه، هتبص ان هم بيحاولوا ان هم بقدر المستطاع يوفروا كل شيء عندهم، يعني هتلاقيهم بيوفروا مثلا فريق اي تي ممتاز جدا عشان يوفروا السيرفيسز او السيرفرات دي كلها عندهم، يوفروا الخدمات كلها عن طريقهم هم شخصهم، وبيحاولوا ان هم يقللوا جدا في استخدام او الاستعانه بالاي اس بي، او تكون يعني حاجه قليله جدا. طيب الاكسترنال انديفيدوالز، الاكسترنال انديفيدوالز مقصود بيهم الاشخاص الخارجيين من مكان العمل. في الاماكن الكبيره بتلاقوا مثلا ان موجود مثلا، والله ممكن تكون مثلا ناس عمال صيانه مثلا داخلين، ممكن عمال نظافه داخلين، ممكن مثلا عملاء داخلين. فطبعا برضو دول بيمثلوا مخاطر، جايز جدا مثلا العامل مثلا ده او عمل الصيانه مثلا ده ان هو يكون مثلا مأجور او يطلع على احد البيانات مثلا، او ياخد مثلا ورقه معينه او يعني من هذا القبيل. جايز جدا مثلا ممكن العميل مثلا يحاول يطلع على بيانات سريه غير مسموح ليه مثلا باستخدام الواسطة، او بقى بطريقة مثلا غير شرعية مثلا، حيث ان حاول ان هو يصور حاجة او يشوف حاجة مثلا من فوق من ورا ظهرك. يعني كل دي احد المخاطر اللي انت معرض ليها في مكان العمل بتاعك.